كتابه أن الصيام كان مفروضا حتى على الأمم السابقات، ألم ترى أن لفظة الصيام كانت موجودة عندهم؟ فإن مريم قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلفظة الصيام وهي الإمساك كانت موجودة عندهم، سواء الإمساك عن الكلام أو الإمساك عن الطعام والشراب. وكذلك موسى عليه السلام لما واعده الله تعالى ليكلمه صلى الله عليه وسلم وجل ربنا في علاه وليعطيه التوراة، صام موسى عليه السلام 30 يوما ثم أتبعها بعشر، كما قال ربنا جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال بعض المفسرين: صام موسى عليه السلام هذه 30 يوما ثم لما تمت أراد أن يطيب فمه لكلام ربنا جل وعلا، فأكل لحاء من شجرة فأوحى الله تعالى إليه أن خلو فم الصائم أحب إلي، ثم أمره أن يصوم 10. فكان الصيام موجودا عندهم أصلا، وذلك لشرف الصيام وسعة نفعه وحب الله تعالى له. ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، يعني يدخل فيه الرياء أو يدخل فيه السمعة أو حب ثناء الناس، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي. بمعنى أن الإنسان وإن أظهر للناس أنه صائم، لكنه يستطيع إذا خلى بنفسه أن يشرب ماء أو يأكل طعاما، فإذا امتنع عن الطعام والشراب أمام الناس وفي خلوته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح وعلى قوم لوط وعلى قوم شعيب ويوشع وإلياسين، كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين الله تعالى الحكمة الربانية من فرضية الصيام. هل قال جل وعلا في آخر الآية: لعلكم تجوعون أو لعلكم تتعبون أو لعلكم بآلام الفقراء تحسون؟ كلا، فليس الغاية من الصيام أن ينحف جسدك أو أن تشعر بمالك وفقر المحتاج، كلا، إنما الغاية العظمى من الصيام ختمها الله تعالى في هذه الآية، فقال جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. الصوم أيها الإخوة الكرام لا يتعامل مع البطن ولا يتعامل مع الفم ولا يتعامل مع المال، الصوم يتعامل مع القلب. التقوى ها هنا، فإذا صمت ففرغ بطنك عن الطعام وتغير فمك وتعب جسدك، لكن لم يرق قلبك ولم يرتفع إيمانك ولم يزد يقينك ولم يكثر إقبالك ولم تعظم طاعتك، فما الفائدة من الصيام؟ إذا لم تتحقق التقوى في قلبك والخشية واللجأ والانكسار والذل لرب العالمين، إذا لم يحققها الصيام في قلبك، فما الحاجة من صومك؟ ما الحاجة من امتناعك عن طعامك وشرابك؟ نعم، لعلكم تتقون. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى ها هنا، إذا تأثر الإنسان في قلبه أثناء صيامه فشعر برقة في قلبه وصلاح في نفسه وإقبال على الخير ورغبة في التوبة من الذنوب واعتذار إلى من أكل منهم مالا أو ظلمهم في حق، إذا تحققت هذه التقوى فاعلم أن صومك بإذن الله هو الصوم الرباني الذي يريده رب العالمين.